على الفور توحيد الإله المهيمن على الفور، أي يجب فورا لا على التراخي والإمهال، بل يجب في تلك اللحظة ولا يصح فيه التأخير والتسويف. توحيد الإله المهيمن، التوحيد هو إثبات الوحدانية لله تعالى والإقرار له بالربوبية، أي أن الله تعالى هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يشاركه أحد في ذلك كله ولا في بعضه. الإله هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في الألوهية، فهو الواحد المستحق للعبادة لا سواه. المهيمن هو القائم على الوجود المسيطر على كل ذرة فيه، فالهيمنة والسيطرة والغلبة والقهر. نعم، إذن يجب على هذا المكلف ماذا؟ توحيد الإله، توحيد الله تبارك وتعالى، إفراده بالوحدانية سبحانه وتعالى، بأنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد. هذا أول ما يجب عليه. ثم بعد ذلك تأتي التكاليف، يعني من ضمنها هذه، من سنفسر الآن ما معنى ما يلزم هذا الكلام. هذا يلزم، ماذا يلزم هذا الكلام أو يلزم منه هذا الكلام؟ أن يعلم أن له موجداً أوجده، وخالقاً خطره خلقه، وموجداً أوجده، وفاطراً فطره، وصانعاً صنعه، ومخرجاً أخرجه من العدم إلى الوجود. أن يعلم أن له صانعاً صنعه، وخالقاً خلقه، وموجداً أوجده، ومخرجاً له من الوجود، من العدم إلى الوجود، مخرج أخرجه. كيف وجد؟ كيف وجد؟ من هين جيت؟ من الذي خلقني؟ من الذي صنعني؟ وسنعلم أن هذه ضرورة ما دام هذا الإنسان ماذا؟ فيه عقل. أناط الله تبارك وتعالى ذلك بوجود العقل. أما وأنك عاقل فعقلك ركب الله فيه هذه الآلة التي توصلك، أو هذه الأداة التي توصلك إلى معرفة ذلك. لأن الإنسان العاقل يعلم أن هذه السبورة ما هي التي أتت. إذا رأى الإنسان هذه الكتابة، رأى الإنسان هذه الكتابة، ماذا يعتقد في قلبه؟ أكيد حد كاتب هذه. أيستطيع يحلف بالله على ذلك؟ نعم، هذه الكتابة ما أوجدت نفسها. إذن هذه الكتابة لكاتب كتبه، هذه السبورة كذلك، هذا المبنى كذلك، هذا الجهاز كذلك. إذن كل شيء العقل يقول لنا ماذا؟ أن ما من شيء نراه أمامنا إلا أن هناك صانعاً صنعه، وموجداً أوجده، وكاتباً كتبه، وراسماً رسمه، وبناء بنأه، وهكذا. فإذن هو وهذه الأشياء سواء في الوجود، هي موجودة وأنا موجود. إذن كما أن هذه السبورة موجد أوجدها، كذلك أنا موجد أوجدني. واضح؟ لأننا تساوينا نحن وإياه في الوجود. نعم. وفي البيت إشارة إلى اعتقاد جملة التوحيد، فاعتقادها واجب فوري بعد قيام الحجة بها. وجملة التوحيد يجب اعتقادها بمجرد التكليف، وهو أن يعتقد الإنسان العاقل أن له موجداً أوجده، وخالقاً خلقه، وصانعاً صنعه، وأن خالقه وصانعه حكيم وقدير وخبير ومريد وفعال لما يريد، وأنه عليم بكل شيء. كل ذلك من خلال عقله الذي يدله على ذلك، وبالنظر في نفسه وفي هذا الكون، فلا يمكن أن يكون صنعه الدقيق لا يدله إن تأمل وتفكر على خالقه وصانعه وصفات هذا الصانع الخبير. ومننا نقول إن جملة التوحيد هي كغيرها من الواجبات والتكاليف الشرعية لا يجب علمها إلا بعد قيام الحجة بها وبكيفية أدائها، إلا أنها ما دام وجبت وقامت الحجة بها بالبراهين العقلية والأدلة النقلية فيجب اعتقادها ولا يجوز جهلها، ويحرم الشك فيها ولا ينفس في السؤال عنها، بل يجب اعتقادها فورا. وبهذه النقطة تفترق الجملة عن باقي التكاليف الشرعية،
فإنها أي باقي التكاليف الشرعية ينفس في السؤال عنها، وذلك لأن ما تحتويه الجملة من مضمون إنما تقوم حجته بدلالة العقول، فعندما تقوم الحجة النقلية المعروفة في طرق قيام الحجة الشرعية بالشيء تكون هذه الحجة النقلية موافقة لحجة مقتضيات العقول، فمن هنا يجب اعتقاد جملة التوحيد على الفور ولا يجوز تأخير اعتقادها طرفة عين بعد قيام الحجة بها، والله تعالى أعلم. نعم، بعد قيام حجة الحجة، بعد قيام الحجة على يعني جملة التوحيد، قامت على هذا الإنسان الحجة، وهي ماذا؟ توفر العقل. إذا توفر العقل في هذا الإنسان، إنزين، فهنا يجب عليه أن يعتقد جملة التوحيد، يجب عليه اعتقادها، الاعتقاد القلبي، يجب عليه اعتقادها، لا يجوز جهلها، لا يجوز الشك فيها، لا يوسع في السؤال عنها، اسأل عن تفسيرها، لكن اعتقادها لا يجوز جهلها، لا يجوز إنكارها، لا يجوز الشك فيها، هذا يجب من البداية، وإلا هلك الإنسان. طيب، قبل أن ندخل هنا، ذكرنا نحن أن مراتب الناس أربعة مراتب. الناس حيال الإيمان أربعة مراتب. فئة من الناس يجب عليها اعتقاد فقط بالجنان، اعتقاد بالجنان. فئة من الناس يجب عليها اعتقاد بالجنان وقول باللسان، اعتقاد من الناس فقط. فئة من الناس تجب عليها اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، لا اعتقاد لا قول لا عمل. هذه الفئة يجب عليها اعتقاد بالجنان، إذا اعتقدت بجنانها وماتت على ذلك دخلت الجنة، وهم الذين لا يجب عليهم إلا اعتقاد باللسان، متعبدون بمقتضيات العقول، متعبدون بمقتضيات العقول، لم تبلغهم دعوة الرسل، لا يعلمون شيء اسمه إسلام، لا يعلمون شيء، لا لم يسمعوا كلمة الله، لم يسمعوا شيء اسمه إسلام، لم يسمعوا شيء اسمه قرآن، لا يعرفون شيء اسمه نبي أبدا. عاش ومات يحاسب على ماذا؟ بمقتضيات عقله، عقله ركب الله تعالى فيه من القدرات ما يوصله إلى خالقه العظيم سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقيم عليه الدليل، يقيم عليه الحجة على وجوده قبل أن يموت، واضح؟ فإن اعتقد هذا عاقل، هذا عاقل، فإن يعرف أن المسير أن 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 الأثر يدل على المسير، وأن البعرة تدل على البعير، هذا عقله يقول لك ذلك، عقله لم يسمع لم يعرف، لكن عقله يقول إن هذا حد يسير في هذا، هذا الأثر يدل على المسير، وهذا البعر يدل على البعير، واضح؟ فإن اعتقد ذلك لم تبلغه دعوة الرسل، مات ودخل الجنة. فئة من الناس اعتقاد بالجنان وبلغهم أن يقولوا قولوا لا إله إلا الله، سمعوا ولا ما سمعوها؟ سمعوها، بس هل مطالب أنهم يتوضؤون يصلون يحج؟ ما مطالب شيء، وهم الذين كانوا في ماذا؟ في بداية العهد النبوي، قال لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله تدخل الجنة، يقول لا إله إلا الله ويقتل، ما صلى صلاة لله، ماشي شرائع، ما
ماشي هناك صلوات، ما مشروع شيء، ماشي شرائع، فقط متعبدون بماذا؟ بأن قولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ماشي حالكم إلا الجنة. ماذا فعلوا؟ قالوا لا إله إلا الله، هكذا تعبدوا. والواحد منهم في ذاك الزمان يكافأ بذلك، لأن من قال لا إله إلا الله يعرف في قرارة نفسه ماذا سيحل به، سيقتل، هو يعرف أن سيقتل ومع ذلك يقول لا إله إلا الله ويبقى على ذلك حتى يقتل. ما متعبد أكثر من كذا، واضح؟ طيب، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا متى؟ بعدما جاءت الشرائع. هذا ينطبق علينا ولا ما ينطبق علينا؟ ولا نحن ينطبق علينا هذا؟ قل لا إله إلا الله تدخل الجنة، ما ينطبق علينا؟ لا، نهى. إذن لابد عمل، لازم الوفاء. إذن نحن هنا مخاطبون، لا يأتي الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول بحقها هنا عاد، بالنسبة حالنا نحن أن نأخذ بحقها، أن نأخذها بحقها. فإذا هذا بعد الشرائع. طيب، هؤلاء لا اعتقاد، لا يجب عليهم اعتقاد ولا يجب عليهم قول ولا يجب عليهم عمل. المجانين، نعم، والأطفال ما مخاطبين بشيء، لم يخاطبوا بشيء، إن ماتوا كانوا في سلام، ما مخاطبوا بذلك. وذكرنا نحن الخلاف في أطفال المشركين. نعم، التوحيد قلنا لحظة، خلينا نكمل هذا. إذن هذه جملة التوحيد، هذه جملة التوحيد يعتقد مضمونها وقد لا يستحضر لفظها، قد لم يسمع لفظها لكن عليه أن يستحضر مضمونها. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. إنزين، يعلم أن له خالقا خلقه لأني موجود، ولو أنظر ولو نظر في نفسه وتفحص ثم نظر في هذا وقال بأن هذه الطاولة وهذه الشجرة وهذه كذا وهذه كذا، لا توجد نفسها أحد أوجدها، فأنا كذلك أحد أوجدني، وهذا الموجد لي عليم قدير سميع بصير. أن هذه الأشياء كلها تستوجبها، كيف صنعني بهذا الصنع ويعلم أن هذا الصانع الذي صنعني قطعا هو ليس مثلي، مثله؟ أو يصنع الإنسان مثله؟ أو يصنع الصانع مثله؟ ها؟ لو أن إنساناً أراد أن يصنع إنساناً، هل يكون ذاك الإنسان المصنوع مثل الصانع؟ هو صنع بالنفس مثله مرة، هل يكون مثله؟ لا يكون مثله، يكون هذا صانع وهذا مصنوع. على كل حال، في نهاية المطاف حتى لو كان شابهنا يكون هذا صانع، إذا تفوق عليه هذا صانع وهذا مصنوع. إذا لا يمكن أن، فإذا يعتقد اعتقادا جازما أن الذي خلقني وسواني وفطرني وأوجدني وصنعني ليس مثلي، ليس مثلي، إذ إن الصنعة لا تشبه الصانع والصورة لا تشبه المصور، واضح؟ هذا عقلا، هذا عقل العقلاء، هكذا العقل يقول لنا. فكل ما صورته ببالك فالله جل بخلاف ذلك. العجز عن إدراكه إدراك، والخوض في إدراكه إشراك. فكل ما صورته ببالك، كل ما خطر ببالك فالله جل قطعا بخلاف ذلك. لماذا؟ لأن العقول لا تخرج عن حدود المحسوسات. أيوة، تصور أنت إذا قال لهذا الإنسان يتصور أو كذا، فلهذا قطعا قل هو الله أحد الله الصمد مباشرة، امنع هذه الأفكار، لأن الله سبحانه وتعالى لا تستطيع
أن تدرك حقيقة ذاته عقولنا الضعيفة. نحن ما نستطيع ندرك حقيقة الروح، نحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة الأشياء عادية في حياتنا، ما نستطيع نتصور الإلكترونات البروتونات، هلا هي كيف، ما نستطيع الكهرباء، ما نستطيع كيف نتخيلها، واضح؟ ولكن هناك يعني العجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك. إنزين، إذن هو ماذا؟ هو يعتقد مضمون هذه. طيب، التكاليف الشرعية الأخرى ينفس للإنسان أن ماذا؟ إذا وجب قامت عليه الحجة أن ماذا؟ أن يسأل عنها، أن يعني ينفس له في السؤال عنها، ينفس له في كذا، ويمكن يتوقف. أما هذا يجب عليه أن يعتقد، أن يعتقدها فورا، الجملة فورا. لماذا؟ لأن مضمون الجملة من مقتضيات العقول، لأن معرفة مضمون الجملة من مقتضيات العقول. عاقل، عقلك يؤديك إلى ذلك، فعندما تقوم الحجة لا يتوانى أبدا، لأن من مقتضيات العقول ما قامت عليه الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. نعم، التوحيد. التوحيد قلنا هو إثبات الوحدانية لله تعالى والإقرار له بالربوبية، وهذا يستلزم أمرين اثنين. أولا، إثبات الوحدانية لله في ذاته وصفاته وأفعاله، ومعناه أنه تعالى واحد في ذاته لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا، فذاته لا تشبه ذوات مخلوقاته ولا ذوات مخلوقاته تشبه ذاته، وواحد في صفاته فلا يشبهه أحد في صفة من صفاته ولا يشابه أحد في صفة من صفاته، فصفاته لا تشابه صفات مخلوقاته ولا صفات مخلوقاته تشابه صفاته تعالى، وواحد في أفعاله فلا يشارك أحد في أفعاله ولا يماثل فعله فعل أحد من مخلوقاته. ثانيا، إثبات الوحدانية في العبادة، فهو واحد مستحق للعبادة، فلا يتوجه في العبادة إلى سواه ولا يشترك مع غيره فيها. نتيجة هذا الاستلزام، أولا، ما شبه الله تعالى في ذاته أو صفاته أو في أفعاله بشيء من صفات خلقه لم يوحده توحيد الألوهية الصحيح. ثانيا، من توجه بالعبادة إلى غيره تعالى رأسا أو من شارك معه غيره في العبادة لم يوحده توحيد العبودية الصحيح، كما يجب على المكلف أن يعلم أن المهلكات يوم القيامة نوعان: أولا، مهلكات عقلية تتعلق بالتوحيد والتنزيه ونفي التشبيه عن الله تعالى. ثانيا، مهلكات عملية تتعلق بامتثال التكاليف الشرعية، وهو امتثال الأمر بالفعل وامتثال النهي بالترك. نعم، التوحيد هو إثبات الوحدانية لله تعالى وحده، أن تثبت الوحدانية لله تعالى وحده، أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشبه أحدا من مخلوقاته ولا يشبهه أحد من مخلوقاته، واضح؟ ونفي كل ما كان يلمح من تشبيه أو ما شابه ذلك، كل ذلك ينفع عن الله سبحانه وتعالى، فيتجرد هذا القلب بوحدانية الله تبارك وتعالى، يتجرد بها ويتجرد من غيرها، وتبقى هي وحدانية الله تبارك وتعالى في قلبه، فلا أحد يشبه الله تبارك وتعالى ولا أحد يشبهه الله تعالى. إثبات الوحدانية في العبادة، إثبات الوحدانية أن يتوجه الإنسان بهذه العبادة لله تعالى وحده، يتوجه بهذه العبادة لله تعالى وحده، ويراعي ويحذر من مراعاة حظوظ نفسه أو حظوظ الآخرين في شيء يقدمه لله، فبمجرد دخول حظوظ في نفس الإنسان لغير مع الله تعالى في رغبته في توجهه إلى الله، أدخل أحداً
حظوظ نفسه أو من حظوظ الناس رد الله تعالى عمله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشفى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فليحذر الإنسان ولو كانت هذه حظوظ النفس، تعمل عملا لله جرده من حظوظ نفسك أولا، جرده من حظوظ نفسك أولا، اجعل حظوظك في الله سبحانه وتعالى، تريد ما عند الله فقط. النتيجة من شبه الله تبارك وتعالى بأحد من مخلوقاته بأي تشبيه كان، ما وحد الله تعالى التوحيد المنجي يوم القيامة. أي تشبيه، من شبه الله تبارك وتعالى بأي خلق من مخلوقاته، إنسان، حيوان، أي شيء من مخلوقاته، من شبه الله تعالى بأحد من مخلوقاته ما وحده التوحيد المنجي له يوم القيامة. من عبد، من توجه بالعبادة إلى غير الله أو توجه بالعبادة إلى الله وأشرك معه غيره، ما وحده التوحيد المطلوب في العبادة. واضح؟ نعم، هناك ذكرت الربوبية والألوهية. نعم، هذاك الألوهية والربوبية، لأن جاءت من الإله وجاءت من الرب. نعم، الربوبية هي الألوهية. نعم، دائما عند لفظة الربوبية لأنها جاية من الرب، والرب يعني كما يقال أن العطايا الربانية أو العطايا التي يعني يمنحها الله سبحانه وتعالى بصفته الربوبية، هذه تكون للصالح والطالح، تكون للمسلم والكافر، تكون للمسلم والكافر، لأن ربهم الله جميعا. نعم، نقرأ هذا خلاص، واضح. نعم، قال الناظم: فإن أدرك التوحيد درج غيره، وإلا فما أحراه شبها بذي الوثم. قوله: فإن أدرك التوحيد درج غيره، الإدراك هنا بمعنى العلم بالشيء، فمن أدرك التوحيد أي علمه وتيقنه وأدى ما يجب عليه من موجبات التوحيد الخالص لله تعالى، درج غيره أي تدرج إلى معرفة غيره من التكاليف الشرعية من نحو المأمورات القولية والعملية والمنهيات القولية والعملية. وقوله: وإلا فما أحراه شبها بذي الوثن، إلا حرف يراد به التعقيب والاستدراك، أي إن لم يدرك العبد المكلف التوحيد ولم يؤدي موجباته عليه ولم يتدرج في علم غيره من التكاليف الشرعية، فإنه حري به التشبه بعبدة الأصنام والأوثان. الشبيه هو المشارك لغيره ولو في صفة واحدة من صفاته. الوثن هو الصنم من الحجارة، ولهذا قال الناظم: فما أحراه شبها بذي الوثن، أي من الذي يكون أحرى منه وأولى في التشبه بعبدة الأوثان إن لم يكن هو، أو بمعنى آخر وهو أنه يكون حريا بوصفه وتشبيهه بعبدة الأوثان إن لم يدرك التوحيد الخالص كله، ولم يثني بالقيام بما يجب عليه من التكاليف الشرعية الأخرى. وفي البيت تضمن معنى التوفيق لمن ترك وإدراك التوحيد ومعرفة موجباته والدينونة به لله تعالى. نعم، معنى ذلك أنه من أدرك التوحيد وأتقن التوحيد عاد هناك يدرج وينتقل إلى التكاليف الشرعية الأخرى. أولا هنا التوحيد، وبعد ذلك يبحث عن التكاليف الشرعية الأخرى. قال الناظم: فقل لي ونبئني لمن أنت عامل، وما كنت تدعو يا أخا الجهل من مني. قول: فقل لي ونبئني لمن أنت عامل، فقل فعل أمر من القول، أي اذكر لي بالقول، ونبئني فعل أمر من الإنباء وهو الإخبار، والنبأ هو الخبر،
أي قل لي وأخبرني أيها المكلف إن لم تدرك علم التوحيد الخالص وتتدرج منه إلى معرفة باقي التكاليف الشرعية لتقوم بحق الله تعالى والواجب عليك لمن أنت عامل أي لمن تتوجه بالعبادة والعمل. أخبرني عن معبودك الذي تقصده وتتوجه إليه وتعمل له إن لم تدرك التوحيد الخالص لله تعالى وحده. وقوله وما كنت تدعو يا أخا الجهل من وما أي الذي كنت تدعو الدعاء هو التوجه إليه بالطلب أي من الذي كنت تتوجه بالعبادة والدعاء إليه. يا أخا الجهل الياء حرف نداء أخا الجهل أي صاحب الجهل. شبه الجهل والجاهل برابطة الأخوة لتلازمهما معا وعدم افتراقهما عن بعضهما. من أي من ذا الذي تعبده وتتوجه إليه بالعبادة والدعاء أي قل لي من هو من هو. من استفهامية من الأولى استفهامية ومن الثانية موصولية. من استفهامية من الثانية الذي بمعنى الذي الموصولية مني زين. وفي هذا البيت توبيخ للمكلف الجاهل بتوحيد ربه تبارك وتعالى وذم لجهله وتخبطه في التوجه بالعبادة والدعاء إلى سواه. وهذا التوبيخ تمهيد منه لما يأتي من ذكر المقصود من هذه القصيدة وهو بيت القصيد كما يقال.